بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بحضراتكم، لقاء جديد يتجدد بيننا من هنا من العاصمة البريطانية لندن، معكم أنيس الدغيدي يتحدث اليكم في موضوع جديد مهم للغاية. اقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة الحقيقة عن موضوع الحقيقة مهم جدا 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 جدا، برضو مرتبط بالدورة الشهرية الحقيقة اللي انا هتكلم فيها ان شاء الله بشكل مكثف وبشكل كتير قوي. عاوزين نتكلم عن الغدة الدرقية. الغدة الدرقية عامل مهم جدا 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 في موضوع الدورة الشهرية. الحقيقة الغدة النخامية في المخ والغدة الدرقية هنا كده عامل خطير قوي 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 في الجسم بالنسبة للمرأة. أنا بقول إن مركز القيادة باستمرار، مش أنا اللي بقول، ربنا سبحانه وتعالى، مركز القيادة للإنسان هو العقل المخ، ومركز القيادة للمرأة مع العقل والمخ هو الهرمونات والغدد. كل جسم المرأة عبارة عن غدد وهرمونات، ولذلك صدمة المرأة لما بتوص دم، صدمة إنسانية حياتية عاطفية، وبالذات في العواطف، يعني مثلا في زوجها، في ولادها، في والديها، في شيء محبب لديها جدا جدا جدا، في ظروف عمل، في أي ظروف تصاب المرأة في الغدد. أصعب صدمة للمرأة في الغدد، بالنسبة للرجل في العقل أو القلب. والحقيقة مفيش مفكرين ولا كتاب، يعني إلا فيما نادر قوي إنه يبقى يعني لا كاتب ولا مفكر، يعني هو كده نجح وخلاص بالصدفة. مفيش حد من أصحاب الفكر بيصاب في عقله أبدا، لكن يصاب في قلبه، والمفروض إنه ما يصابش في معدته، يعني يبقى دايما المفكر معدته وجسده وقوامه مرتبط بعقله وبفكره ومرتبط بإبداعه ومرتبط بمنطقة عطاءه. لكن المرأة دايما 99% في نظري على الأقل من الصدمات النسائية في الغدد، عشان كده بتطير منها الدورة الشهرية. وأنا بشبه موضوع الدورة الشهرية والغدد زي الدائرة الكهربائية. الدائرة الكهربائية مثلا في بيت أو في فيلا عبارة عن دائرة كاملة بتنور في أوضة النوم والصالون والريسبشن والمطبخ والصالة والقاعة والتواليت وال 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 حاجات كتيرة. فتحصل مشكلة، صدمة، شك معينة في الكهرباء، فتفصل الكهرباء عن كل البيت اللي هو الجسد، تعمل مشكلة كبيرة ألا وهي الغدد عند المرأة. طيب مش وقت الكلام في الغدة النخامية لأن دي منطقة أخرى، هنتكلم في الغدة الدرقية اللي هنا هي اللي في الحتة دي. أنا الحقيقة اتكلمت من 3 سنين وشوية في موضوع، أو تقريبا 4 سنين، في موضوع الغدة الدرقية، وقلت علاج الغدة الدرقية النشطة، علاج نشاط الغدة الدرقية، وقلت علاج كسل وخمول الغدة الدرقية، الكلام ده وأنا في مصر. النهاردة عاوز أتكلم مع حضراتكم عن الغدة الدرقية وارتباطها الوثيق الصلة بالدورة الشهرية عند المرأة. قلت إن الغدة الدرقية من مهامها الكبيرة جدا، لها مهام كتير قوي، لكن من مهامها المهمة جدا هي عملية تسمى عملية الأيض، وإنها بتنقل الأكسجين إلى الدم، ولذلك هي بتتعامل مع الدم معاملة مباشرة. الغدة المهمة جدا أو اللي لم تكن الوحيدة اللي بتتعامل مع الدم معاملة مباشرة في قلب الدم. وبعدين بتنظم عملية كمان ضربات القلب، شوف دورها فين وبتشتغل فين، وواصلة إلى
هرمون الحليب عند المرأة، وواصلة إلى المبيض والتبويض. شوف المسافة من هنا إلى أسفل قد إيه، ودورها هام جدا، دور قيادي في مسألة. لذلك لما بيحصل خلل في الهرمون، في هرمون في خلل في الغدة الدرقية، سواء بالنشاط أو الكسل، وغالبا بالكسل، إيه اللي بيحصل؟ طبعا اضطراب، يعني الاضطراب اللي بيحدث ده بتحدث بيأثر على البرولاكتين، وبيأثر على اللي هو هرمون الحليب، وبيأثر على التبويض، يا يفسده يا يعمل له تكيس على المبايض فيوقف عملية التبويض. فالمرأة تقول لك التبويض قل لأن في مشاكل في الغدة الدرقية، وبعد شوية تقول لك التبويض خلص. طيب يبقى ده من ضمن مهامها، إن هي بتنظم عملية الدم، بتقوم بعملية الأيض، بتعمل تنظيم لعمليات الدقات، نبض دقات القلب، أدوار كتيرة أوي. طيب لما تحصل المشكلة كبيرة أوي وتوقف الدورة وتوقف التبويض الاتنين مع بعض، طب إحنا نعمل إيه؟ إيه اللي إحنا ممكن نعمله عشان نعالج ده؟ قبل ما نقول إيه اللي إحنا ممكن نعمله عشان نعالج ده، نقول أسباب ده إيه؟ إيه اللي بيخلي الغدة الدرقية تعطل؟ قال لحضرتك رقم واحد، نقص اليود في الجسم. ان ما اقول احنا عباره عن حاجات كتير قوي، منها معالج، كل ده خارج من قلب الارض. عشان كده لما بنعالج الناس بنقول لهم اتعالجوا من قلب الارض، من الطين اللي احنا خرجنا منه. احنا اتخلقنا من صلصال من حمأ مسنون. خارج منين حضرتك؟ عارف من حمأ مسنون يعني ايه؟ يعني من طين معفن، من طين كريه، ريحته وحشه قوي. اللي نشأوا في القرية زي في الفلاحين وشافوا حاجة اسمها الطين اللي بيتعمل بالبلد كده، بيسموه معجنة في الطين. لما المعجنة تتعمل وتقعد يومين أو ثلاثة ما تتشغلش، ما تاخدهاش تعمل منها الطوب اللي أنت عاوزه، أو الخدمة اللي قلنا كانوا بيعملوا بقى حاجة اسمها على الحيطة كده زي المحارة بقى خلاص. لكن دلوقتي بقينا بقى الناس بقت أغنى من الأول، فكانوا بيعملوا بها على الطوب الني كده، الطوب اللبني. أم الله يرحمها كانت بتعمل لنا كده في بيتنا. طيب لما ما تشتغلهاش يبقى ريحتها لا تطيقها، زي المقابر بالظبط. أو بقى من الطين اللي سيء للغاية ده خلق الإنسان. مسألة ونظرية مش وقت الكلام فيها، عشان يجي يقول لك أنت عارف بكلم مين ولا إيه؟ أنت مش عارف بكلم مين؟ أه بكلم حضرتك واحد معفن زي ما انا كده برضه. اه طبعا. يقول لك لا 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 لا، بص كويس شوف بكلم مين. اه بكلم مين حضرتك؟ بكلم واحد ميت مولود ملط وخارج ملط. ايه ايه يعني ايه مين بقى حضرتك يعني؟ يقول لك لا، سمو الامين. مدد يا سمو الامين. يقول لك طيب اتكلم، ما حصلش يعني صدام ولا حاجه بيني وبين حد، لسه ما حصلش بس هيحصل قريب. فيقول لك الله انت عارف ده صاحب الجلاله. تقول له مين صاحب الجلاله؟ صاحب الجلاله في السماء. يقول لك لا، ما هو في الارض برضه في شويه صحاب جلال. لا ده ولا صاحب صاحبه ولا صاحب حاجه، ده صاحب مرض، ده صاحب مرض، ده عار، ده عاهه. فحدوته مش عاوزين ندخل يعني في تفاصيل كتيره دلوقتي، لكن يبقى نقص اليود. وفي مشكله تانية، عشان كده انا دايما اقول للناس، هتكلم في الموضوع ده بعد في فيديو لاحق بعنوان الدورة الشهرية والأدوية الصيدلانية بتاع الصيدلية. إيه اللي بيمنع، إيه اللي بيوقف الدورة الشهرية بسبب علاج الصيدلية اللي بتاخده من الصيدلية؟ إيه الخطورة اللي بتقع الشديدة اللي بتقع على المرأة بتوقف الدورة والتبويض والمبايض والهرمون، بتعمل خلل في أدوية الصيدلية؟ ده اللي هتكلم فيه ان شاء الله في فيديو اخر لاحق لده. طيب يبقى احنا عندنا تعرض للاشعاع بعد نقص اليود، نقص اليود في الجسم، تعرض للاشعاع. الاشعاعات انك مثلا اللي هي السيئه، ان حضرتك تروحي تعملي كل شويه تقول لي انا عملت اشعاعات النهارده، رحت عملت اشعه،
وانت فرحانه يعني كل شويه رحت عملت اشعه، رحت عملت. التعرض لهذه الاشعاعات يضر الغده الدرقيه ويعمل لها خلل، ويعمل خلل في الهرمون ويوقف التبويض، والموبايل يقول للدوره متشكرين شكرا انت اديتي مهامك بزياده، ما تكمليش بقى مع البنت دي الصغيره او الست دي. مشكله كبيره جدا، هنتكلم في تفاصيلها في لقاء اخر. يبقى عندنا كمان اضطرابات تحدث في الغده النخاميه. الغده النخاميه دي تالت نقطه يحدث فيها اضطرابات. ما الغده النخاميه بتتعاون تعاون وثيق الصله مع الغده الدرقيه، فيحصل اضطرابات في الغده النخاميه فتاثر على الغده الدرقيه. بعد كده يحصل عند حضرتك مشاكل في الحمل. مشاكل في الحمل زي مثلا انك تجيلي طفل منغولي، او انك يبقى غالبا لجوزها قريبها، دي مشكله شويه بتسبب مشاكل في العمل الوراثي ومش وقت الكلام فيها. المهم ان تحدث مشاكل في الحمل، ويبقى عندك تعرض لاشعاعات مضره، ويبقى عندك نقص في اليود، ويبقى عندك قلنا تاني النقطه اللي هي الثانيه التعرض لاشعاعات ونقص في اليود واضطرابات الغده النخاميه. نيجي بقى للنقطه الاخيره في اسباب مشاكل الاسباب اللي بتجيب الغده الدرقيه اللي هي السمنه، انك تلاقي الست انتفخت. قلت قبل كده انا ايه اللي بيخلي الست تبقى بدينه؟ لما الدوره بتقطع الست بتتوتر. طيب في واحده بتبقى بدينه بحكم كسل الغده الدرقيه، الغده الدرقيه لما بيحصل فيها كسل الست بتنتفخ وتتورم وتزيد ووزنها بيزيد. طيب لو الست زايده لوحدها عشان هي بتاكل ومش مهتمه بنفسها، لذلك دايما اسال الستات اقول لها وزنك كام كيلو؟ طولك كام سنتي؟ وبعدين اسالها اقول لها رقبتك مالها؟ وبعدين اقول لها عندك البطن عامله ايه؟ تقول لي البطن ايوه فعلا. انت عرفت منين ان بطني منتفخه؟ ساعه ما تقول لي مثلا انا وزني 80 كيلو اقول لها والبطن منتفخه ليه؟ تقول لي انت عرفت منين؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ده قوانين مش لا علم غيب ولا فهم ولا اي حاجه ولا محتاج عبقريه من حضرتك، ده قوانين. زي يد 2 كباء الف 4 رمز حمض الكبريتيك المخفف. ما تقدرش تقول يد 2 كباء الف 1، ما تقدرش تقول يد اي حاجه ثانيه. لا يد 2 كباء الف 4 رمز حمض الكبريتيك المخفف مثلا. فانت قدام قوانين علميه. يبقى السمنه الزياده المفرطه بتؤدي الى الغده الدرقيه، واحيانا تكون الغده الدرقيه سبب في السمنه المفرطه. ده بعد انقطاع الدوره، لكن قبل الدوره لو في سمنه تبقى تاثر على الغده الدرقيه. طيب ازاي بقى نعالج الغده الدرقيه؟ بسرعه عشان نخلص من الملف ده، عشان انا عاوز اعمل فيديوهات قصيره يعني مش طويله. ازاي نعالجها؟ هتجيبي مقدار ملعقه، دايما بقول ان العلاج ده اللي انا بقوله ده علاجات بتاعتي متاحه غير العلاجات اللي انا بجيبها من بره. العلاجات اللي انا بجيبها من بره بتيجي للتبويض والمبايض واعاده الدوره الشهريه والهرمونات، دي حاجات انا ما بزرعهاش، لكن انا عارف النسب اللي بحطها ايه وبعملها ازاي فتؤدي الى العلاج. دي الجزئيه العلميه بتاعتي السريه اللي مش هقولها لمخلوق خلق. المهم ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان حضرتك هتجيبي اربع حاجات. العلاج بينقسم الى ثلاث حاجات يعني. اول حاجه هتجيبي مقدار ملعقه شاي، يعني المعلقه اللي بتقلبي بيها الشاي، هتجيبي مقدار ملعقه شاي من القسط الهندي، ومقدار ملعقه شاي من زيت الزيتون، وتحطيه مثلا في كوبايه ولا حاجه، ومقدار ملعقه شاي من حبه البركه، ومقدار ملعقه طعام الكبيره بقى من السدر. سدر ده اربع حاجات، قسط هندي، زيت زيتون، حبه البركه، الثلاثه دول مقدار ملعقه شاي صغيره من اللي بتقلبي بيها الشاي، وبعدين مقدار ملعقه كبيره من السدر، وتاخديهم دول تشربيهم الاربعه مع بعض قبل الفطار، وتكرريها قبل الغداء ب10 دقائق، بخمس دقائق مش قضيه، وتكرريها قبل العشاء ثلاث مرات في اليوم. كويس قوي كده؟ ده واحد، ده علاج. علاج تاني هتعمليه برضو انك هتاكلي حزمه جرجير طازجه، تجيبيها تغسلها كويس قوي
قوي عشان ما تبقاش فيها بويضات من ديدان ولا اي حاجه وحشه، وتغسليها كويس قوي، وكل يوم تاكلي حزمه جرجير كبيره متوسطه كويس قوي، ده عشان قلنا نقص الايه؟ اليود. طيب لذلك عاوز اقول ليه الجرجير بقى كتير؟ هتكلم، خلينا نتكلم فيه في نشاط الغده الدرقيه بعد شويه، هنتكلم تاني في فيديو اخر في نشاط الغده الدرقيه. طيب يبقى عملنا ده، عاوزين بقى نعمل حاجه تانيه، هنجيب مقدار من نصف ملعقه شاي، مقدار نصف معلقه شاي من اللي بتقلبي بيها الشاي من الشاي الاخضر. يعني هتجيبي شاي اخضر وتاخدي نصف معلقه شاي منه على نصف على نصف مع المقدار نصف معلقه زنجبيل اللي هو بتجيبيه تقطعيه ده على مقدار نصف معلقه نعناع. يبقى شاي اخضر، زنجبيل، نعناع، قرفه، رابع حاجه القرفه. وتعمليهم دول في كوبايه، في كوبايه ونص ميه وتغليهم وتشربيهم. دول تاخدهم من 2 إلى 3 مرات في اليوم، ايهما انسب اعملي. دي التلات علاجات اللي هتعالج لك الغده الدرقيه علاجا نهائيا. اخطر حاجه ممكن تعمليها في حياتك انك تاخدي علاج للغده الدرقيه من الصيدليه. كل اللي بتاخديه ده مهيج وقاتل ومدمر للغده الدرقيه. فتسمعي كلامي وتاخدي التلات علاجات دول لمده 21 يوم وتريحي اسبوع وتاخدهم 15 يوم وروحي اعملي تحليل غده درقيه، لما يقول لك لسه مريضه بالغده الدرقيه اساليني انا. واضح؟ تلات اسابيع انا يعني كده بعالجها لك الغده الدرقيه في شهر ونص، اقل من شهر ونص نهائيا، ولا هتدفعي لي ولا مليم، ولا هتدفعي لاي دكتور ولا لاي صيدلي. هتروحي تجيبي شويه الحاجات البسيطه دي اللي هي التلات علاجات اللي قلناها. واضح؟ هو ده علاج الغدة الدرقية اللي هو كسل، كسل وخمول الغدة الدرقية. عشان ما توقفلكيش الدورة الشهرية وما تبقاش عامل خطير ضد صحتك. كل الحب، كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنلتقي كتير إن شاء الله. النهارده يمكن اعمل لكم مقطع اخر، بس كل الحب والتحيه لحضراتكم واهلا بكم، شرفتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.